لالا فاطمة، هاد السلسلة اللي عاقلين عليها الناس، شنو دارت لك في حياتك؟ دابا هي الآخر ما صورت اللي كان بقى شوية عند الناس. ما في تاريخ المسيرة ديالي الفنية، كل مرة كنقوم بشي عمل اللي كيأثر على الناس، إلا وكان بقى عايشة مع ذاك العمل حتى كيجي عمل آخر. فتنعقل مثلا في تيفي 3، برنامج تيفي 3، كان ما كانش عندي شخصية، كنت كنلعب شخصية سعيدة كتار في الحلقة. كانت نفس الشيء، يعني كانت تيفي 3 تبعاني فين ما مشيت. تيفي 3 خديجة أسد، تيفي 3 خديجة، كاش عندكم، اش غديروا في هذه الحلقة؟ سالينا تيفي 3 وبقينا مع تيفي 3 واحد المدة. مثلا جا البيرسوناج ديال يالا نضحكوا، السلسلة ديال يالا نضحكوا نضحكوا، عاوتاني واحد السلسلة بقات تبعانا، هذيك بقات كتغنى في الاستاد ديال الكرة، بقات كتردد من عند الناس، يعني أغنية جينيريك بقات حية وبقات تبعانا واحد المدة. كاين الناس اللي كيقولوا بأن الناس، ماشي أنا، بأن سلسلة لالا فاطمة هي أنجح سلسلة في تاريخ خديجة أسد، ما قدرتيش تديري سلسلة ناجحة عليها أكثر؟ لا، كاين اللي كيقول لي أكثر، ما هادشي تيقول لي هي أنجح أول وآخر سلسلة دارت ناجحة في تاريخ السلسلات ديال الكوميديا. يعني أكثر من هادشي. أنا كيف قلت لك، أنت شنو تلقي بأن هي أنجح سلسلة؟ لا، كل عمل كان عنده نجاحه على المستوى ديالو. كيف قلت لك، ملي كان جات مثلا قصة يا وطن اللي كانت بسرحية، كنت كنلعب فيها دور الغالية، واحد دور ديال السيدة اسمها، ولاو كيعيطوا لي الناس في الزنقة الغالية، يعني بكثرة المشاهدين اللي شافوها. حتى أن احنا كنديروا جولة في المغرب، وكانوا بزاف ديال الجمهور كتابعنا في المدن، كيشوفنا مثلا الدار البيضاء وكيعرفنا غدا غنلعبوا في السطات، كيجي للسطات يعاود يشوف المسرحية، كنمشيو لكادير كيعاود يجي لكادير، بزاف الناس اللي حفظوا المسرحية. وبقات فين ما درت كنسمع لالا الغالية، لالا الغالية، لالا. كيجي واحد العمل، لأن علاش احنا كنحاولوا ما امكن ان كل عمل يجي يغطي شويه على العمل اللي فات. الا بقيتي في نفس المستوى كتولي تكراريه، يعني الناس ما كيبقاوش ينتبهوا بزاف. فكنحاولوا ان كل عمل يجي نعاودوا نديروا فيه مجهود باش يجيب الجديد ويجيب. السلسله ديال لالا فاطمه اشتغلنا على هذا الاساس. اشتغلنا على هذا الأساس، أن تكون شيء جديد، وتكون الأسرة المغربية الحقيقية المنفتحة، ماشي الأسرة فخلت الأثر ديالها لالا فاطمة، خلت الأثر ديالها. لو كون جا شي سيري أخرى اللي كانت أكثر منها مستوى، كان ربما كنغطاها. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والاشتراك بقناة شادة تيفي، مع تفعيل الجرس ليصلك كل ما هو جديد. مع شادة، تحلى المشاهدة. شادة، أول قناة فنية بالمغرب.